نحن هنا اليوم لنؤكد للعالم أجمع بأننا لا نقول بأننا نجدد العهد مع مسيرة الشهداء والأسرى والمعتقلين، بل نقول بأننا باقون على العهد إن شاء الله، ومن سبقونا على هذا الطريق طريق النصر والتحرير، حتى نحقق كافة تطلعات شعبنا الأبي الصامد الصابر، وحتى إعلان دولتنا الأحوازية العربية الحرة والمستقلة بإذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لأبناء الأحواز، تحية من المهجر، من أبنائكم المتواجدين في جميع أوروبا، وكما تشاهدون اليوم كلهم اجتمعوا في بروكسل أمام البرلمان الاتحاد الأوروبي ليعلنوا ليستنكروا وذكرى الاحتلال البغيض، وليعلنوا استمرار الثورة الأحوازية حتى التحرير. ومن هذا المنطلق ومن هذا المنبر نطلب من جميع أبناء الأحواز، أهل القضية، المناضلين الأحوازيين، أن يحيوا ويرفعوا مشعل الثورة الأحوازية ويستمروا في الثورة، لأننا وعدنا شهدائنا وأسرانا أن نستمر حتى تحرير الأحواز إن شاء الله. الثورة والنضال لأهلنا أينما كانوا، ها هي الأحواز تنتفض في كل يوم وفي كل أرض وفي كل مكان. انتفضت في الأحواز الوطن، وتنتفض الآن في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وفي كل خندق نواجه فيه العدو الإيراني. نحن صامدون لأننا أصحاب حق. العدوان الإيراني على باطل، العدوان الإيراني سيزول، النصر لنا إن شاء الله مع المزيد من المقاومة والمزيد من النضال والمزيد من التضحية سيتحرر الأحواز. شاءوا أن أبوا التحرير والاستغلال قادم إن شاء الله. شعبنا صامد في وجه آلة الاحتلال الفارسي. هذه هي الأيام بالتأكيد أيام ذكرى، في الواقع ذكرى 89، ذكرى مؤلمة للاحتلال الإيراني البغيض لأرض الأحواز العزيزة، وأيضا ذكرى نيسان المجيدة اللي هي أثبت شعبنا أنه شعب عربي أصيل، وبكل ما يملك حاول أن يواجه آلة القمع الإيرانية، والحمد لله أثبتنا للعالم، ليس فقط للنظام الإيراني، أنه شعبنا العربي الأحوازي شعب حي، وإن شاء الله مستمر في انتفاضاته حتى تحرير أرضنا العزيزة من دنس الاحتلال الفارسي. بالتأكيد هذه المظاهرة في الواقع هي تضامنا مع أبناء شعبنا في الداخل، ولكي نثبت لأبناء شعبنا في الداخل إنه أبناءكم في الخارج مستمرون وسوف يصلون بالقضية الأحوازية للمكان التي تستحقها. وشكرا. مجتمعون أمام البرلمان الأوروبي لاستذكار يوم النكبة، وهو يوم الاحتلال الإيراني للأحواز بقوة السلاح. هذا اليوم يوم تاريخي بالنسبة لنا، لأننا نعيد به ونذكر الأجيال به، وإن شاء الله سيتم التحرير ومستمرون بذلك، ليس فقط بالمظاهرات بل بالمقاومة وبكل أشكال المقاومة إن شاء الله. نعم، نحن مجتمعون هنا من أجل رفع صوت القضية الأحوازية عاليا وفي المحافل الدولية، ونحيي ذكرى الانتفاضة النيسانية المباركة، وأيضا نحيي ذكرى الاحتلال البغيض. فلهذا نحن منطلقا من واجبنا الوطني نجتمع ونرفع صوتنا ونناضل ونستمر ونكمل نضال شعبنا العربي الأحوازي في الداخل، فنحن يدا بيد أينما تواجد الأحوازي تواجدت قضيته معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضر اليوم أبناء الأحواز من كل أنحاء أوروبا ليعلنوا رفضهم واستياءهم للوجود الفارسي على أرض الأحواز المحتلة، وأيضا يوجهوا رسالة احتجاج للبرلمان الأوروبي ومؤسساته الفاعلة لكي يواصل الضغط الفعلي والعملي على الدولة الفارسية بسبب انتهاكاتها المتواصلة في مجال حقوق الإنسان وفي مجال الأرض وعلى كل الأصعدة والمجالات. لذلك نحن اليوم هنا نعلن رفضنا للاحتلال الفارسي، مثل ما في هذه الأيام يعلن شعبنا الأبي رفضه التام للاحتلال
وكما اليوم نحتاج أبناء الأحواز في الأرض المحتلة يعلنون انتفاضتهم الباسلة إن شاء الله. في هذا اليوم احتل الفرس الغزاة بلدي الحبيب الأحواز واستباحوا كل شيء فيه. إنني اليوم هنا أقول ارحلوا ارحلوا فلم يعد لكم هنالك من مكان. أيها الفرس الغزاة ارحلوا عن بلدي، خذوا أمواتكم وارحلوا عنا وأقيموا حيثما شئتم ولكن لا تقيموا بيننا. فارحلوا أيها المحتلون الغزاة، تبا لكم ولاحتلالكم، تبا لكم ولاحتلالكم. وشكرا. تحية للشعب العربي الأحوازي. الحقيقة بالنسبة لهذه المناسبة الوطنية هي ذكرى انتفاضة نيسان وأيضا ذكرى الاحتلال الفارسي أو النكبة. فالحقيقة هذه المناسبة بالنسبة للشعب العربي الأحوازي هي لها مكانة خاصة، خاصة يوم الاحتلال الأحوازي في أبريل. ومن هذه كل عام من هذه الأيام الشعب العربي الأحوازي في الداخل والخارج يخرج للتنديد للدولة الفارسية واحتلال الدولة الفارسية للأراضي الأحوازية. وهذا هو يدل على أن عدم شرعية الدولة الفارسية على الأراضي الأحوازية. وأيضا نحيي الشعب العربي الأحوازي بهذه المناسبة وبهذه النكبة أن تترسخ عن الشعب الأحوازي أن الاحتلال هو 20 نيسان، فلا بد أن يكون في كل عام في هذه المناسبة. أما كان في الداخل أما كان